السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة رقم 5 من شبكات الحاسب. تمام، إحنا لازلنا اشتغلنا بدأنا المرة اللي فاتت في الوحدة الثانية طبقات التطبيقات أو الأبلكيشن لاير. تمام، نكمل. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأساسيات والمفاهيم. تمام، هنكملها وندخل في البروتوكولات. إحنا اتفقنا إحنا هناخد البروتوكولات كلها بتاع الأبلكيشن لاير. هناخد ال HTTP بروتوكول، ال FTP بروتوكول، ال SMTP بروتوكول. طبعا ال HTTP ده بتاع الويب، بروتوكولات الملفات ال FTP، بروتوكولات الايميلات اللي الاي ماب وال SMTP وال POP3، وفي البروتوكول بتاع الدي ان اس وده بروتوكول مهم جدا، وتطبيقات ال P2P، وهنتكلم ان شاء الله عن السوكت بروجرامينج باستخدام ال UDP وال TCP. طيب انواع الابلكيشن، انواع الرسائل المتبادله في الابلكيشن هي عندي نوعين، ريكويست وريسبونس. يعني ايه ريكويست وريسبونس؟ اليوزر او الكلاينت بيعمل ريكويست للسيرفر، بيطلب منه خدمه، السيرفر بيرد عليه ريسبونس، بيديله الخدمه اللي هو عايزها. تمام، بناء جمله الرساله، هي طبعا جمله الرساله هي الباكيت فيها مجموعه حقول، وكل حقل، كل حقل ليه في حقل الداتا وفي حقل الهيدر، بيبقى فيه زي ما اتفقنا في الهيدر بتتحط. يعني ايه هيدر؟ اللي هي بتبقى العناوين او اللي هي الايدنتيفايرز او المحددات اللي بتحدد انت رايح فين وجاي منين، زي الاي بي ادرس بتاع السورس اللي انا جاي منه والديستنيشن اللي انا رايح له، زي الماك ادرس او الفيزيكال ادرس بتاع السورس، وبتاع اول جهاز راوتر هروح له، اول جهاز انا هروح له. وفي هيدر طبعا البورت نمبر زي ما اتفقنا، بيحط الترانسبورت لاير عشان اوصل للابلكيشن او البروسيس اللي انا ايه البروسيس اللي انا عايزها. لو نقولنا الفرق بين الابلكيشن والبروسيس، ابلكيشن مش شغال، يعني ابلكيشن هي برنامج مش شغال، اول ما يشتغل ويتحط في الميموري بقى اسمه ايه بروسيس. تمام، حقول الرسائل وكيف يتم تحديد الحقول، دلالات الرسائل ما هي معلومات في، تمام، موجوده في الحقول، هي موجوده في المسج. تمام، دي بيعمل ايه، مين بيعمل القصص دي كلها، قواعد متى وكيف يتم عمليه الرسائل، ده اللي بيعمل القصص دي كلها اللي هو البروتوكول. يعني البروتوكول بيعمل بيعرفك نوع الرساله ريكوست او ريسبونس، بيبني لك الرساله ويحط يحدد لك الحقول اللي فيها، معنى الرساله، السيمانتيك بتاعها في السينتاكس الشكل والسيمانتيك المعنى، والقواعد انت ترسل ازاي ومين استقبلها وهكذا. تمام، انا عندي في بعض البروتوكولات المفتوحه زي الار اف سي. تمام، وفي على سبيل المثال اتش تي بي واس ام تي بي، بروتوكولات مش جنرال، يعني محتاجه يعني تنزل لوحدها زي السكايب. تمام، عندي ايه اللي محتاجه التطبيق عشان يتنقل، عشان الباكت من مكان لمكان، محتاج تكامل البيانات، داتا انتجريتي، ان البيانات ما توصلش ناقصه، توصل زي ما هي ماشيه، زي ما طلعت من السورس توصل بالظبط في التايم بتاعها، توصل في وقت مناسب، سكيورتي ما حدش ياخدها، الانتاجيه ثروبوت يعني توصل في وقت معين، وقت كويس ما تتاخرش. تمام، في فرق هنا مقارنه ما بين البروتوكول التي سي بي بروتوكول واليو دي بي بروتوكول. التي سي بي بروتوكول، تمام، ده مناسب للتطبيقات التي تتطلب موثوقيه عاليه. ليه؟ لان التي سي بي بروتوكول بيتاكد ان الداتا وصلت زي ما هي. اليو دي بي ممكن، لا ده ممكن مناسب للتطبيقات اللي محتاجه ارسال سريع وفعال، زي الالعاب والجيمز، زي بعض الستريمنج. تمام، زي ممكن، ليه بقى؟ انا مش لازم اتاكد ان البيانات وصلت بالظبط، ممكن حاجات تطير في النص، ما عنديش مشكله، مش هتفرق معايا. طيب التي سي بي لو البرامج ما وصلش بالظبط، يعيد تي سي بي ترتيب الحزم بيانات بالترتيب المحدد. يعني انا اسف، التي سي بي بيرتب طبعا، يعني عشان طول يتاكد ان هو وصل صح، بيدي لكل باكيت رقم وايه ويرتبها. لما بتوصل عند الديستنيشن او الجهاز اللي بتوصل ليه الباكت، بيرتب حسب الرقم اللي جاي مع الباكت. يعني وصل له باكت رقم 5 محتاج 4، وصل له 1 و2 و3 و5 يبقى محتاج لسه 4، يستنى لما تيجي 4 عشان ايه يوصلهم ويرتبهم. طبعا اليو دي بي ما فيش اي ترتيب خالص. تمام، كل رساله مستقله عن الثاني عن الثانيه، وما فيش ايه حته الترتيب. طبعا التي سي بي ابطا، لانه هو ايه مور ريلايبل، يعني الداتا بتاكد الداتا بتوصل مظبوطه. اليو دي بي اسرع طبعا، هنا في هناك ضمان مطلق بان البيانات المنقوله تظل سليمه وتصل بنفس الترتيب والتي زي تم الارسال بها، ليس هناك ما يضمن المسائل او الحزمه المرسله ستصل على الاطلاق. انا ممكن حاجات تطير في النص زي الاستريمنج كده. تمام،
اليو دي بي اي شيء لا يمكن لا يهمك كثيرا اذا كنت تحصل على جميع البيانات دائما. يعني زي ما قلت لك اليو دي بي بروتوكول، انا ممكن الرسائل تيجي لو جت نقص انا ما عنديش مشاكل. زي ايه الابلكيشنز اللي بتستخدم اليو دي بي؟ زي التانلينج او الفي بي ان. الفي بي ان يا شباب ان انا بعمل لينك خاص كده ما بينه يوزر ويوزر بره الانترنت، يعني ما فيش حد بيتدخل فيه. زي التدفق الوسائط، الفترات المفروضه اللي انا تدفق الوسائط، الالعاب طبعا لو انا بلعب مع حد، اللي زي برضه الاستريمنج يا شباب، لو انا بشغل فيديو على ستريم على الانترنت ممكن لو في فريمز، تعرف الفيديو بيبقى فريم، لو فريم طاب مش هيأثر يعني. تمام. في التي سي بي اي شيء تقريبا يلزمك الحصول على جميع البيانات الموصله. طبعا في التي سي بي لازم بتاكد ان البيانات توصل صح، زي الويب ما ينفعش موقع يبقى ناقص حته. اف دي الاف تي بي ملف، لو ببعت ملف لواحد او باخد ملف من مكان ما ينفعش يجي ناقص حته، مش هيشتغل مثلا لو مثلا سوفت وير ولا حاجه. تمام. زي اس ام تي بي ما ينفعش ابعت بريد ناقص كلام، يعني بعت رساله تنقص حته منها. الاي ماب والبوب لازم يشتغل، كل ده بيشتغل، ده يبقى البرامج دي بتشتغل في يو دي بي بروتوكول، البرامج دي بتشتغل او البروتوكولات دي شغاله اي تي سي بروتوكول. نشوف برضو اكزامبل هنا الابلكيشنز. عندك الايميل ريموت تيرمينال، الايميل بيشتغل تي سي بي، انت عارف الايميل هو بيشتغل اس ام تي بي بروتوكول، فبعت بس بعيد الواحد. ريموت تيرمينال اكسس، ايه ريموت تيرمينال اكسس؟ زي بروتوكول التلنت، ان انا بفتح جهاز عن بعد، يعني بفتح جهاز موجود في مكان وانا موجود في مكان تاني، بقى اقدر اكسس الجهاز ده. طبعا عشان ما ينفعش ايه، ممكن الانفورميشن لو ناقصه ما ينفعش، ما اعرفش افتح الجهاز، فلازم محتاج تي سي بي. الويب شغال تي سي بي زي ما اتفقنا، فايل ترانسفير طبعا ملف، لازم الملف ده يكون كامل فما ينفعش ينقص منه حته. ستريمنج ميديا ممكن اشتغل تي سي بي او يو دي بي حسب ما انا عايز. يعني لو في فريمز طارت ولا حاجه ومش هتاثر ممكن اشتغل يو دي بي عادي، وممكن اشتغل تي سي بي. الانترنت تليفوني زي السكايب، لو هنتكلم بعض عن تليفون زي السيب او الار تي بي، ممكن تي سي بي او ايه او يو دي بي. تمام. احنا اتفقنا تي سي بي ويو دي بي ما فيهمش ايه انكربشن، طبعا ما فيش تشفير ما فيش تامين. فمين ايه البروتوكول اللي بيامن الدنيا؟ لو اس اس ال ايه بروتوكول، بيوفر وسيله اتصال مشفره. طيب احنا كده خلصنا المفاهيم، ندخل في اول بروتوكول هو الاتش تي بي بروتوكول. الاتش تي بي بروتوكول يا شباب بيتعرف على الصفحه على انها كيانات او كائنات اوبجكتس. تمام. اول الاتش تي ام ال، صفحه الاتش تي ام ال هو ده اول اوبجكت. لو الاتش تي ام ال فيه شويه صور كل صوره اوبجكت، لو في ملف في جافا كل ده جافا ده اوبجكت، لو في شويه موفيز ولا حاجه كل موفي اوبجكت. تمام. ده عنوان مثلا صفحه صوره معينه على موقع، الجزء اللي فيه www.kaza.edu.com ده بس بنسميه هوست نيم، وده اللي بيتربط بيه الاي بي ادرس، وده طبعا الباص بتاع الفايل اللي انا عايز ايه اكسسه. تمام. البروتوكول طبعا احنا شغالين في اس اف اتش تي بي، طبعا احنا اتفقنا ان الكلاينت بيكلم السيرفر عن طريق حاجتين، ريكويست ريسبونس. الكلاينت يبعت ريكويست، السيرفر ريسبونس، ريكويست ريسبونس، هي النتورك كلها شغاله كده. تمام. بروتوكول الاتش تي بي احنا لازلنا في الايه، في الاتش تي بي بروتوكول. طبعا ايه الاتش تي بي بروتوكول بيستخدم بورت ايه، طبعا بيستخدم تي سي بي بروتوكول، بيستخدم بورت 80 الا اذا انت غيرته. تمام. طبعا بعد ما بيحصل هنا بعد عمل ريكوست ريسبونس السيرفر بيكلوز الكونكشن، ريكوست ريسبونس السيرفر بيكلوز الكونكشن. طبعا وهنشوف حته الكلوز الكونكشن دي في الكونكشن دي امتى. تمام. عندي نوعين من اتش تي بروتوكول، يا اما حاجه اسمها نون بريزستنت اتش تي بي غير ثابت. تمام. او بريزستنت هنشوفه دلوقتي. طب في النون بريزستنت، وده النسخه القديمه قوي في الانترنت، لما كان الانترنت بطيء وصفحه بتفتح في خمس دقائق كان بيشتغل نون بريزستنت في اللي هو الاتش تي بي 1.0، دلوقتي احنا حاليا شغالين اتش تي بي 1.1. تمام. بيتم ارسال كائن واحد على الاكثر عبر اتصال التي سي بي. يعني طب احنا قلنا ايه الكائن الواحد؟ يعني هي اوبجكت يعني. تمام. او الكيان واحد، احنا يعني في اول مره يبعت صفحه الاتش تي ام ال. طبعا الراجل الويب براوزر عند الكلاينت طلب صفحه معينه مثلا www.youtube.com، احنا شغالين دلوقتي نون بريزستنت، فاليوتيوب هيجي له الاتش تي ام ال بتاعه، هيلاقي فيه صور وملفات وحاجات، فهيلاقي مثلا فيه 20 صوره. يروح باعت يقول له انا عايز الصوره ال 20 صوره دول، فنفس الخطوات اللي عملها في اول مره يفتح كونكشن ويطلب والكلام ده يعملها 20 مره. تخيل في كل مره يبعت هات الصوره الاولانيه، يجيب له الاولانيه، هات الصوره الثانيه، هات الثالثه، تخيل 20 ايه مره، وبعد كده يحصل ايه؟ انه يقفل الكونكشن. طبعا ده ايه؟ بيفضل عشان انزل اكتر من اوبجكت محتاج اكتر من كونكشن. طب في البرزيستنت لا،
ممكن ايه، بفتح كونكشن الريكوست، الكلاينت بيطلب كونكشن للسيرفر، السيرفر بيرد عليه حاضر هفتح معاك كونكشن، يقول له انا عايز الموقع ده، يقول له اتفضل تمام، ويسيب له الكونكشن مفتوح عشان ايه يبعت له بقيه الايه الاوبجكت. مش كل مره اقول له انا هات الصوره دي طب وروح اتفضل وروح قافل، طب هات الصوره دي طب اتفضل وقافل. ده كان في النمبر ريزيستنت شباب، في البريزيستنت لا، بيسيب له الدنيا كيب الايف، بنسميها كيب الايف مفتوح لحد ما ايه يبعت له كل الاوبجكت تمام. دي ده يعني الخطوات بالظبط زي ما بتحصل. فنفترض ان الكلاينت طلب العنوان ده من السيرفر، والعنوان ده فيه 10 صور، فايه اللي بيحصل في النمبر ريزيستنت؟ في النمبر ريزيستنت يا شباب، في النمبر ريزيستنت اتش تي بي اهو، الاتش بي كلاينت انيشيت سي بي كونكشن، يقول له انا عايز افتح معاك كونكشن يا سيرفر، فالسيرفر بيقول له اه تمام على البورت ده، الاي بي ادرس ده على البورت ده، الاي بي ادرس اللي هو الهوست نيم ده مربوط باي بي ادرس والبورت نمبر بتاعه تمام. فبيقول له ماشي انا بقى اكسبت معاك الكونكشن. طبعا السيرفر ده بيبقى كل ليسن بيعمل ليسن كده بيتصمت لاي اي ريكوست اه، فبيقول له بقى تمام ماشي انت هفتح معاك، فتحت معايا كونكشن، طب لو سمحت انا عايز الصفحه دي، صفحه الهوم دوت اتش تي ام ال اللي موجوده على العنوان الهوست ده، فيقول له اه اتفضل، ده ريكوست تاني، فبيقول له اتفضل ادي الصفحه اهي تمام. بعد ما بعت له الصفحه يروح قافل الكونكشن خلاص. فالراجل الكلاينت فتح الصفحه اللي هي لقى فيها 10 صور، فبيقول له استنى انا عايز اخد ال 10 صور دول، راح باعت له مين؟ يروح مكرر الخطوه من واحد لخمسه كام؟ 10 مرات ل 10. ده كان في النمبر ريزيستنت، عشان كده كان بياخد ايه تايم كتير طبعا. طب التايم اللي بياخده النمبر ريزيستنت قد ايه يا شباب؟ ادي اول تايم نسميه راوند تريب تايم. الاول حاجه الكلاينت بيفتح كونكشن تمام، بينشيك كونكشن، بيطلب فتح كونكشن، والسيرفر بيرد عليه بيقول له حاضر، فده بياخد ادي راوند تريب تايم. بيطلب منهم ملف معين والسيرفر بيقول له اتفضل الملف اهو، ادي راوند تريب تايم. الوقت تحميل الملف نفسه ادي تايم تاني، فايل ترانسميشن تايم تمام. يبقى انا عندي كام تايم؟ ار تي تي لفتح الكونكشن، وار تي تي لطلب الملف وبعته، وار تي تي للوقت اللي بتحميل الملف. يبقى عشان الاوبجكت الواحد بياخد قد ايه؟ بياخد 2 ار تي تي زائد فايل ترانسميشن تايم. ادي ار تي تي، ار تي تي زائد الفايل ترانسميشن تايم للاوبجكت الواحد. طب لو عندي 5 يبقى 2 ار تي تي زائد فايل ترانسميشن تايم في 5، لو عندي 10 وهكذا تمام. اه ده اللي احنا بنقوله. ده كمان يا شباب المره الجايه ان شاء الله ناخد الايه النمبر ريزيستنت، النمبر ريزيستنت كونكشن ده، النمبر ريزيستنت كونكشن. شكرا يا شباب، ودي كانت المحاضره رقم كام؟ 5.